هلا هذا الترانزستور، انا هذول حطيت ارقام من عندي، هذا احنا حسبناه في بحسابات سابقه وجدنا انه سويتشنج 25 واتس بسوفت لود وبي سويتشنج بهارد لود 75. هل هاي ميك سنس؟ هاي الارقام ميك سنس؟ هل الهارد اعلى من السوفت؟ واعلى منه بثلاث مرات، لانه هناك كنا بنسمع 2 وبنسمع 6، اذا هاي مضبوطه اه واضح انها مضبوطه. هلا اللي مطلوب انه درجه حراره الجنكشن ما تزيد عن 70 درجه، اذا هاي تي جي ماكس ما بدنا اياها تزيد عن 70 درجه. درجه حراره الامبيت 25. اذا المواد الاساسيه راح تكون عندي هلا تي جي ماينس تي امبيانت على الباور بدها تساوي ار توتال اللي هي ار جي سي زائد ار سي ال، لو ما حطينا هيت سينك في البدايه مضبوط. اوكي واضح المعادله. هلا خلينا نروح على حاله السوفت لود، نطلع بحاله السوفت لود قديش راح تصير درجه حراره الجنكشن. ماينس 25 قديش الباور عندي فلو او الهيت فلو 25 واط بتساوي ار جنكشن تو كيس منخفضه 0.1 زائد قديش ار سي ال 4 ويساوي 4.1 ايش؟ واتس مضبوط. عفوا كلفن بير واط بدون مقاومه هاي كلفنز بير واط. قديش اذا تي جي هلا راح تصير عندي 27.5 راح تصير عندي تي جي بتساوي 4.1 في 25 راح تصير 100 102.5 مش هيك؟ ايش هو اللي اضربه؟ 0.4 مش لازم اضربه. لا لا هي ما هي هي انا حطيتها تحت اذا ضربت بي في هاي رح تعطيك دلتا تي وهذا صحيح لان هي دلتا تي، بس اذا قسمت دلتا تي على فلو رح تعطيني ثيرمال ريزيستنس 127 في على اي بتساوي ار قديش؟ 127.5 127.5 هاي خالصه نهائيا تمام. هذه هون طبعا سلسلس مش هيك؟ مش هلا عندنا هون 127 هل هي اعلى من ال 70؟ اه تجاوز. اذا هذا ما بينفع وهذا لسه حتى هذا لسه السوفت لود، الهارد لود قديش رح يصير درجه الحراره؟ هاي هون لا انتبه مضبوط 3 هذا سوفت لود تي جي هارد لود رح تساوي تي جي ماينس 25 على 25 75 على 75 مضروبه بتساوي 4.1 اذا راح تصير عندي هلا تي جي هارد لود راح تساوي قديش تطلع معنا؟ 382.5 382.5 سلسلس اوكي؟ اذا ما بنفع بالحالتين ما بنفع. شو بدنا نحسب الان اذا؟ دكتور بس هاي الكلفن انا بطلع بصير هيك اللي بضربها بالفاكتور يعني 4.1 كلفن بير وات صحيح 25 بسلسلس حطيناه تي جي بسلسلس كيف بصير سلسلس بير وات متكافئ كلفن بير وات يعني لازم تكون نحولها يا كله كلفن يا كله سلسلس هي وات انت تي جي وتي اي بسلسلس ما بس السؤال 25 سلسلس اوكي فهمت عليك فهمت عليك فهمت عليك بس ما هي هاي دلتا تي ما فيها مشكله بس هاي كلها دلتا تي يعني هاي وحدتها ايش؟ هاي كلفن صارت يعني كانه عم نقول صح لو اني بدي احسب انا لو قلت لك اعطيني التمبرتشر يعني هاي ناقص 25 هاي دلتا تي ايش وحده الدلتا تي دائما؟ كلفن هي سلسيوس ماينس سلسيوس اعطتني دلتا تي هلا في المعادله ما في مشكله احطها دلتا تي احط يعني شوف شو طلع معي اعطيني بالله يا ست زيد لما طلعت معك هاي 4.1 في 25 قديش القيمه هاي؟ 102.5 مش هيك؟ إذا نحن عم نقول إنه دلتا تي بتساوي 102.5 كلفن رح أصيب بروح أوكي فبصير عندي تي جي هلا بالسلسيوس ماينس 25 بالسلسيوس بتساوي 102.5 ما في مشكلة هلا صار أوكي؟ لأنه هاي هلا سلسيوس وهاي سلسيوس فالفرق بينهم 102 إذا هاي أعلى من هذيك أعلى من 25 ب 102 إذا هي 127 سلسيوس ما في مشكلة هلا بدنا نحسب شو الهيت سينك المطلوبه بحيث انه درجه الحراره ما تزيد عن 70 اذا احنا الان راح نحط تي جي هي 70 هاي 70 ناقص 25 في ما بقدر اغيرها شو راح يتغير عندي الان؟ واضح انه ار سي اي ما بتنفعني فبدي احط ان بارلل مع ار سي اي ايش راح احط؟ ار اتش واذا بدي اكون من 100 دقيق راح اخذ هاي ان بارلل مع هاي بس هي مش راح ياثروا الاثنين يعني راح تطلع رقم صغير جدا فبصير عندي الان تي جي ماكس بدها تكون 70 ناقص 25 هي دلتا تي مضبوط على بحالة السوفت لود 25 وات تساوي عندي ار سي اي قديش كانت؟ 0.1 زائد ار اتش اس قديش الان تطلع ار اتش اس؟ 1.7 قديش؟ 1.7
1.7 اذا بيطلع معي هلا ار اتش اس بتساوي 1.7 كلفنز طيب. اذا ايش بدي اعمل الان؟ بدي افتش على هيت سينك. هلا انا حاطط هون حاطط جدول بمجموعه من الهيت سينكس، في واحده منهم قيمتها بالضبط 1.7، اذا راح تكون هاي هي الهيت سينك اللي راح استعملها. طبعا راح تلاقي حجمها بيعتمد على هذا، استعمل هاي 1.7. اذا ما لقيت شو بدي اعمل؟ بدي اروح على اللي اكبر ولا على اللي اصغر؟ اكيد الاكبر بالثيرمال ريزيستنس. خذ الاصغر، خذ الاصغر. يعني مثلا نفترض بهاي التيبل ما لقيتش غير 1.5، ماشي؟ فاضطريت اروح اشتري الهيت سينك 1.5، بقدر اطلع قديش الماكسيمم جنكشن تمبرتشر بتصير الفعليه الاكشوال، بصير عندي تي جنكشن اكشوال ماينس تي امبيت اللي هي 25 على 25 واتس بيساوي 0.1 زائد 1.5. اذا قديش تطلع تي جنكشن اكشوال؟ لازم تطلع 78، لاني شو عملت بالهيت سينك؟ اخترتها اصغر ولا اكبر؟ اكبر. حجمها اكبر بحيث ان مقاومتها الحراريه اقل، قديش تطلع جي جنكشن اكشوال؟ المفروض تكون اقل من 70. 65. هل هذا مقبول 65؟ مقبول، لاني لو رحت استخدمت ال 1.8 مثلا، لو جبت 1.8 او 1.9 شو راح تطلع درجه الحراره؟ اكثر من 70. اكبر، لاني حطيت مقاومه حراريه اكبر، فالحراره مش قادره انها تمشي بنفس الفلو، فراح تطلع درجه الحراره جنكشن بدها تصير تضطر تصير اعلى. طبعا لاحظوا هون احنا حطينا 1.7 ان بارلل مع قديش كانت؟ 4 مع 4. هلا اذا بدنا نحسب بشكل دقيق ممكن يعني نوفر شوي، لانه 1.7 ان بارلل مع 4 راح تعطيني الرقم اقل شوي، فراح يكون الجواب احسن. حطيت مقاومتين الاثنين ان بارلل. اطفي.